الإنجاز العظيم. طيب شبوسة عصير بسكت ما شوكولاتات الشفايف هكذا من جوع. شنو هيك نكون خلصنا التجهيزات طبعا الستاند لمده نصور لكم الاكلات والملابس المناشف الحبشتلات بس ان شاء الله. يلا بينا. Staying up all night, everything is alright. Oh, I wanna be with you. رايحين ابو الزول نبحر الى سبونج بوب الى عالم البحار. باقي لنا ان شاء الله 16 دقيقة ونوصل. كان نوصل للمدينة هاي مدينة اسمها أوستندا. مدينة أوستندا هي هاي اللي بيها البحر. توقع على البحر. توقع على البحر. عن شايفين هذا المبنى؟ هذا أكبر كازينو في بلجيكا. هذا كازينو من هذول الحرام. الأشياء الحرام القمارشية وهيك. بالضبط كده. إحنا ما لناش دعوة بيهم. إحنا نروح على البحر. إحنا راح نشتري طاولة صح؟ نلعب اي يعني انت رجعي على مدة العب كرة يد. هسه خسرت يعني انت ما تملين كل الالعاب انا اخسرك. نفسي تفوزين بلعبة واحدة بحياتك. نفسي انا اللي تفوز بلعبة واحدة خليني لا افضح قدام العالم. ماكو هيك تنافسية. مليت من الخسارة؟ مليت من الربح. اقترح علينا نروح للبحر اليوم وانا كلش احب البحر صراحة. هلو فكي مرحبا. ها حبيبي. ها حبيبي. ما قلتني انت لا تشتغل. كان ازدحام الدنيا نفس ما تشوفه. ما شكل البحر فل. راح اخذ نظاراتك حبي. جميل قوي. طيب يلا ترى يعني ما راح نسهرة راح نبحر. ده انت حتسيحي من الحر. بالك رايحين سهرة. ترى يعني رايحين نبحر لو سمعتي مو راح نتصور. بس شاي الستاند والشراتشف والمناشف وهاي السوالف. انا هنا طبعا شايله الكبوسه والشواحن. يوب بالسمكه اليوم حتشوفون سباحه من هاي الطراز. انا؟ طبعا. لا حضرتك غلطان. نشتري طوبة. وهو قل لي شكلي ما حسبح لا تسبح حبيبي تسبح. اتحداك تباع بس على البحر. داك هسا نشوف. خلينا نشوف بنهاية الفيديو. راح يسبح لو لا. يلا راح نشتري طوبة. نورس بين الناس ده يتمشى. طبعا نزعت الحذاء لان مستحيل اقدر امشي بهاي الرملة بهذا الحذاء لانه جمع كل الرمل الموجود هنا. يلا ندور على مكان. يلا قريبين كلهم البحر وشوي قريبين يعني نص نص. ابو زوز شلون ده يمشي ده يحفر. لقد تعبت. راح يروح يجيب لنا آيس كريم. مالتي سوت لا مو هيجي وهيجي. طبعا واخيرا لقينا مكان هنا. هذا كله؟ كله؟ اي كله 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 كله. Be with you.
طيوبتي. اليوم رح نسوي اكتيفيتي. انا طيب راح نسابق ركض على البحر. نشوف منو راح يسبق الثاني. راح نلعب فولي بول. شوف منو راح يخسر منو راح يقع اول. وراح نسبق. جاهزة؟ لا ما جاهزة. بالثلاث راح افوزها وهسه راح تشوفون النتيجة. ما يخاف هذا. قرب من الناس. كمية المحجبات اللي على البحر ببلجيكا طبيعيين، بعضهم قدام كل محجبات. ايه. عشرين. إذا طقطقت 20 مرة متتالية أعطيك 50 يورو. 50 يورو. قدامكم. مو تتراجعين. لا. ايه. اوه ماي جاد. 15. لا خلاص راحت عليك. لا 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 ماكو ماكو. Just the two of us and we can stay up all night. Kissing under street lights. Doing what we want to. Doing what we need to. Everything is alright. Oh, I wanna be with you. Oh, I wanna be with you. Let me be that someone who can hold your hand. I don't even know if you can understand. أخفن على أبو السوس. يقول لي مي بارد. الهواء شقد قوي. Oh my god. هيج تمام. ابو زوز راح دا يسبح واني راح اقعد هسه انقنق اشياءات تبوسه وهاي سوالف وعصاير استراحه. كنا نصور بهذا الستاند وبس. ابو زوز هذاك الموج عله كلش. اوه ماي جاد. الموج عليه. قمنا قومة فجائية من هذا المكان. كنا هنا قاعدين وابو الزوز من راح راح هناك دا يحط الجسمة. صدق على قولتك هسه 10 دقائق وهم يجي من هناك يجي هنا. دا نتشمس ناخذ فيتامين دي بما انه كله ناقصف 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 النازل. حلو منظرها. يروش التنكين صفة واحدة من اي حيوان بريدي. اطير كون اطير. وابو الزوز طلع لنا فكرة القلعة مصر عليها اليوم اثباتين بيها. يلا يما نرجع. Be with wanna be with wanna be with wanna wanna let me be that someone who can hold your hand. راح يتحول من قلعة إلى جامع. راح نسوي القبة. هلا ناخذ أجر. نسوي
نسوي جامع على البحر مال بلجيكا هنا. ناخذ شوي المشروع تغير من قلعه لعمل خيري ان شاء الله نؤجر عليه مسجد. اللي هو مسجد بنص البحر، يعني مسجد اللي طلعت على البحر، يعني وينك وش حلاوه؟ المصلين يصلون وقبل يقبسون بالبحر. عقبال ما نبني مسجد من صدق حبيبي. هذا احد احلامنا. انت ايش تسوي؟ حلو. هاي البنارة هاي اذا منها. طبعا شوفوا لازم احمي المسجد. تتذكرون؟ طبعا هذا المفروض هو هيجي. اوه شيت اوه ماي جاد ايش هو هذا 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 المرة الثالثة. واعي انا حشوت الطوبة هناك. إيه؟ وين ما توقع انا بعد. اوكي يلا شفتها مكان بعيد. اوكي اخيرا جينا هنا أنا خلص والبحر صار بعيد علينا كلش. ها طيوب شو اختراعاتك اليوم؟ الله هاي اول هاي اول عين من عندي هاي جدا لليل والله العظيم طلعت عين. او ماي جاد نهاية الفيديو. رايحين ناكل ونرجع للبيت. الساعة حاليا 8 بالليل. تخيلوا الساعة 8 بالليل وهي والشمس بعدها طالعة. نشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي. سلام.